انت منهم. فهمني حال العملي. انت منهم. فهمني حال العملي. انت منهم. انا الحسين المنصدر. انت منهم. انا الحسين المنصدر. انت منهم. انا ولائي للوطن. انت منهم. انا ولائي للوطن. انت منهم. انا البطل وابن البطل. انت منهم. انا البطل وابن البطل. انت منهم. انا المام الجم الحزب. انت منهم. انا المام الجم الحزب. انت منهم. انا البخل مع السحب. انت منهم. قناتكم الكريمة على هاي التغطية. احنا معتصمين حملة الشهادات العليا، معتصمين منذ الشهر الثاني الى اليوم، مستمرين في اعتصام سلمي حضاري امام بوابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الى اليوم لم يلتقينا اي مسؤول، يعني الوزير ما نزل لنا، اي مسؤول ما اجى شاف طلباتنا. اعتداءات اكثر من مره، قوات الشرطه تضرب شباب وبنات بالعصي والنتل بالكهرباء. ماكو اي جهه استنكرت هذا الشيء، ما اجى الوزير قدم استنكار او اعتذار لنا. احنا ابناء، احنا حمله الشهادات العليا، تعبنا على نفسنا. ماجستير ودكتوره هنا ولده يشوفنا نايمين بالشارع بظل هذا المرض، ماكو اي اهتمام لنا. سنين صار لنا متخرجين، ماكو قانون ينصفنا ولا قانون يحمينا. نتخرج تحت رحمة الكليات الأهلية، الكليات الأهلية ما تريدنا، الدوائر ما تريدنا، ماكو أي قانون إلنا يحمينا يضمن حقوقنا. ندرس 23 سنة و 24 سنة وتالي نهايتنا بالشارع، يعني حتى الله ما يقبلها هيجي. يعني يا ريت التفاتة من مسؤول، التفاتة من الناشد السيد الكاظمي ينظر لحالنا، يباوع لنا احنا ولده بناته بالشارع بعز هذا الحر. ونشكر قناتكم الكريمة، ماكو أي جهة تواصلت ويانا لحد الآن من الشهر الثاني إلى اليوم. طلبنا الأول والأخير هو تعيين حملة الشهادات العليا المعتصمين حصرا أمام بوابة وزارة التعليم العالي. نبقى مستمرين، ما نرجع لبيوتنا. احنا هنا حتى الولد مبيت ليلا يبقون باقين، ما راح نرجع لبيتنا اذا الوزاره ما تستجيب لمطالبنا. هذا الحكي سمع باقي نحن للابد ماكو بعد رجعنا.
هذا الاعتصام بدأ من تاريخ 9/2/2020 وتوقف نتيجة جائحة كورونا. بدأنا الاعتصام ثانية تاريخ 16/6/2020 ولا هذا اليوم دخلنا مفاوضات من تاريخ 4/7 إلى يوم الخميس المضي. المفاوضات كالتالي: اولا قدمت طلب باسم متظاهرين حملة الشهادات العليا المعتصمين امام التعليم العالي والبحث العلمي. الطلب تقدم الى مساعد المدير العام الامور الماليه والاداريه، والطلب تقدم الى المدير العام ثم وكيل الوزير ثم الوزير. وقع الوزير ودز الى الامانه العامه الكتاب. اني ما اعطاني اياه الا تعرضت الى الاعتداء مرتين، لم تستجب بل رفعت طلب باسم المتظاهرين وتريد تعطي الدرجات لغير المتظاهرين. إذن احنا نناشد السيد الكاظمي بالتدخل العاجل الفوري لكشف حقيقة طلب معالي الوزير المقدم الى مكتب رئيس الوزراء والبحث عن صحته. وانا شخصيا اللي كنت ادخل مفاوضات وانطي حقيقة ما جرى من الامر. اما اقول ما هو تصعيدنا في الخطوة القادمة، احنا طلبنا واضح وصريح، اما التعيين اما الاستشهاد لا غير ذلك. وعلى هؤلاء الكفاءات والطاقات العلمية شو تريدون؟ احنا مجموعة حملة الشهادات العليا ماجستير ودكتوراه معتصمين امام وزارة التعليم والبحث العلمي ومرابطين به. صارنا 6 شهور لحد الان ماكو اي استجابة من الوزير ولا شيء. تعرضنا للضرب من قبل قوات الشغب ومن قبل قوات امن الملاعب، ما حد مستنكر هذا الاعتداء ولا احد يعني اعتذار، على الرغم كنا حملة شهادات عليا المفروض ما يتعاملون ويانا بهذه الطريقة. حسب مناشدة السيد الكاظمي للوزراء انه ينزلون يستجابون المطالب المتظاهرين، ما حد ما نزل ولا احد قال شو تريدون شنو مطلبكم. احنا مطلبنا الاول والاخير هو التعيين المعتصمين امام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ماكو اي جواب بس تسويف ومماطلة. احنا نقول له نريد يعني تلقى لنا حل فشي، ماكو اي حل، ما سوى لنا اي حل. احنا نريد التعيين اول وثاني التعيين، نبقى نستمر بالاعتصام، ما نفضى الا نحصل على التعيين. عندهم درجات وظيفيه هل يعطونا اياها؟ والتعيين السياسي والعلم رفع على راسي، والتعيين السياسي بالعراق اكبر قضيه، والتعيين السياسي بدأت اعتصاماتنا من شهر الثاني واستمرينا بها لما بدأ الوباء كورونا. توقفنا فترة بعدين رجعنا واصلنا اعتصاماتنا. هدفنا هو شنو؟ التعيين. عرفنا انه اكو درجات وظيفية شهرة بلسان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بس نتمنى هاي الدرجات الوظيفية انه يستغل بها الشباب الهاي اللي قاعدة على الشارع تلتحف السماء ونايمة على الارض وكل شيء ما عندهم. هدفهم الوحيد هو شنو؟ التعيين. جايينهم على تعيين وبس، ما عندهم غير شيء، لا يهدم وزارة ولا هم طالعين بعنف ولا استعملنا عنف، سلمية بسلمية من أجل تحقيق هدفنا هو التعيين. الخطوات التصعيدية شنو؟ احنا سلمية مستمرين بالسلمية، بس التصعيدية مثلا قطع شارع، نظل بالهتافات، نظل بضرب الدمام، بالتصوير، نحاول نوصل صوتنا للمسؤولين الكبار، واحنا نناشد مصطفى الكاظمي انه ينظر لأولاده بنظرة أبوة، بنظرة عاطفة، بنظرة إنسانية. هذول أولاده كفاءات نايمين بالشارع، خلي يشوف حالهم. هذول هم الشعب، هم اللي حيسندوك. انت قلت أنا جاي من رحم الشعب، هم هذول الشعب هو اللي حيساندوكم. وزير لا ما اجى ولا وكيل وزير، يعني متحدث باسم الوزير نزل لنا وكانت يعني تسويف ومماطلة، وعدونا بأشياء وبعدين يخرج الكتاب بأشياء أخرى طويلة. يعني كل ما ينزلون يوعدونا بشيء
وبعدين يخرج الكتاب بصيغه اخرى، نرجع احنا مظاهراتنا تستمر وتصعيدنا يستمر. بلي هو احنا كنا واقفين، احنا بالبنات دائما نوقف بالسرة الامامي، شرطه الملاعب جتي، وطبعا تصعيدنا سلمي بالدمام وبالتصوير احنا والهتافات. جو يضربونا، البنات كهربوهم، قسم من البنات يركضون ورجلها التوت ووحده انكسرت، الشباب بالعصي الكهربائي على ظهرهم، على مناطق حساسه بظهرهم، على رقبتهم، على راسهم. انا كنت دا اصور وموبايلي هم هسه اطلع لك اياه، موبايلي مكسور. كسر لانه كنت دا اصور، كنت دا اصور الشباب كسر لي اياه. هو هذا سلاحنا، ما عنده غير سلاح. حمل المسؤوليه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لان عنده درجات وظيفيه، ليش مقعد الشباب على الشارع؟ ليش هيك؟ شو انتظر يعني؟ صار لك 7 أشهر مدى تشوفهم مدى تحس بيهم يعني مثلا؟ هنا انا حملت شهادات العليا معتصمين من يوم 9/2، من يوم 9/2 سنه 2000 هذه السنه الى يومنا هذا معتصمين، تم ايقاف الاعتصام فتره بسيطه بسبب جائحه كورونا. بخصوص السيد وزير التعليم العالي السابق قصي السهيل بالحكومة السابقة، شخص متعالي ومتكبر وما نزل حمل الشهادات العليا ولا حاول يحل مشكلتهم. أما بخصوص السيد وزير التعليم الحالي نبيل كاظم عبد الصاحب، حقيقة ما قاعد يستجاب الأوامر السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه الوزراء شكل لجنة، اللي هاي اللجنة بها وزير التخطيط وبها وزير التعليم العالي دكتور نبيل، وجههم أن ينزلون إلى ساحات التظاهرات وإيجاد حلول لهذه الاعتصامات. حقيقة السيد الوزير ما نزل ولا حاول أن يتخذ أي إجراء. مو بالمعقول هذا الصرح العلمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اللي خرجت آلاف الأساتذة بمختلف الاختصاصات ومنتشرين بكل دول العالم حاليا. مو بالمعقول من يوم 7/5 هو مستلم الوزارة وحملت شهادات العليا، مفترشين الأرض، ملتحفين السماء بدرجات حرارة 50%، أبسط متطلبات الحياة غير موجودة، الوضعية كلها تعبانة، المعتصمين يعيشون حالة من الفقر بمستويات كلش منخفضة. حقيقة احنا نطالب بحلول من قبل رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، واني اناشد السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظم اقول له لا تحذو حذو عادل عبد المهدي ولا تصير على نفس خطه، لان حقيقة حملت الشهادات العليا كانوا شرارة لثورة تشرين. ونفس الشيء اقول له النبي كاظم عبد الصاحب، لا تحذو حذو قصي السهيل وتصير على نفس النهج مالته. حقيقة حملت شهادات العليا كانوا لثورة تشرين، فأنتوا بأخطائكم هاي اللي راح ترتكبوها حاليا راح تسوون ثورة جديدة. احنا حملت شهادات العليا اذا ما لقونا حال وما نزلونا هنا للساحة، كون على ثقة، احنا راح نكون اساس ثورة وقادة الثورة. المجتمع ما يبنى بالجهلة ولا بالصراخ، المجتمع يبنى بالكفاءات ويبنى بأصحاب الاختصاصات من حمل الشهادات العليا. مجموعة من حملة الشهادات العليا طلعنا من شهر الثاني، ولحد الآن احنا كان مطلبنا هو واضح،
مطلبنا هو التعيين، احنا طالبنا التعيين، يعني احنا مجرد نزولنا للشارع ومطلبنا واضح. الوزارة طبعا ما حد نزل من عندها واستجاب المطلبنا ونزل وشاف شنو اللي دا يصير، مجرد وعود وكلام وانتظروا اقرار الموازنة. طبعا احنا ما مطلوب من عندنا احنا نلقى لهم الحلول، هم الحلول يمهم، واحنا مطلبنا واحد، احنا كحمل الشهادات الوزارة واجبها تجاه حملة الشهادات العليا انه تعيننا، لان اذا تزداد اعداد حملة الشهادات وكلهم ما لهم تعيين وما لهم مستقبل، يعني الى متى يظلون الخريجين يعني يتخرجون واعدادهم بتزايد وبدون حل وبدون اي استجابة لمطلبهم. احنا خطواتنا ثابتة ومستقرة، احنا ما نتحرك منها ومكاننا ثابت. احنا وزارتنا هي وزارة التعليم وعندها درجات وحذف واستحداث، عندها درجات الحذف والاستحداث، فاحنا ما نتحرك منها اذا ما نتعين باقين. يعني خلي يسمع وزير التعليم اذا هو بقى او غيره، احنا مطلبنا ثابت، احنا ما نتحرك منها اذا مو اوامرنا بزينه، يعني ما اطلع عني منها انا اذا ما استلم امر التعيين، لان كافي الى متى احنا نظل ظلينا ننتظر، ويعني صار اشهر احنا واقفين بالشارع، الحر والبرد والمسؤوليات اللي متحمليها والمصاعب اللي نتحملها، احنا نجي من المحافظات ونجي ونتعب ونتعرض لكل شيء وماكو اي استجابه. كما تشوف نايمين بالشارع ونلتحف الشارع. للأسف الوزير صار أكثر من 6 أشهر يهمش مطالبنا ويخالف أمر الكاظمي. آخر مطلب للكاظمي عندما نزل للشارع طلب من وزراء ينزلون للشارع ورئيس وزراء ينزل للشارع، وزيرة ما ينزل للشارع. لحد هذه اللحظة لم ينزل وزير التعليم العالي إلى متظاهرين حملة الشهادات العليا اللي أمام وزارته أكثر من 6 أشهر. لماذا لم ينزل؟ هذا شيء ننقله للسيد الكاظمي. نتساءل هل هو مع السيد الكاظمي؟ هل هو نعم يريد مساعدة العراق أم عنده اتجاهات أخرى؟ إذن وزرائك يجب أن يكون حزبهم الشعب، ولكن اليوم نرى الوزير أنه حزبه ليس الشعب وإنما اتجاهات ثانية. نحن صار هذا ندخل في الشهر السابع ولم نرى أي استجابة، ونرفض وزير التعليم العالي، وإذا بقى هذا الحال سوف نكون شعلة من جديد. إحنا من شهر الثاني ولحد الآن إحنا بالشارع، لا حد سأل علينا، لا حد أنصفنا، لا حد إجانا. يعني إذا الدولة العراقية ما تنهض بكفاءاتها فيا سيادة الرئيس بمن تنهض الدولة العراقية؟ هي هاي الكفاءات، يعني أنت تقبل الكفاءات العراقية تفترش الرصيف يا سيدي الكاظمي؟ يا سيدي الكاظمي أحب أوصل لك رسالة، وهاي الرسالة يا سيدي الكاظمي جدا صريحة. اليوم تهميش الكفاءات الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه درس مدروس يا سيدي الكاظمي. أتمنى تنتبه لهاي الفقرة اليوم، تهميشنا احنا الشهادات العليا درس مدروس، والغرض منها يا سيدي الكاظمي هي الإطاحة بالحكومة، الغرض منها الإطاحة بالحكومة. احنا حاولوا بشتى الطرق انه يوصلونا، يندسون ويانا، ينزلون للشارع ويانا، يشوشون المظاهرة مالتنا، لكن احنا هذا رفضنا رفض قاطع. ليش رفضنا رفض قاطع عفوا؟ هم نزولهم للشارع يردون يهدمون الحكومة، لكن احنا الكفاءات من نزلنا للشارع يا سيادة الرئيس، احنا نزلنا للشارع نريد ندخل للدولة ونعينها على نهوضها في هذا الوضع، لان حقيقة الدولة دولتنا، اذا ما تنهض بينا ما راح تنهض الدولة. فاحنا نصيحة اخوية مناشدة، شو تريد تعتبرها يا سيادة الرئيس؟ اعتبرها، احنا اولادك، احنا اخوانك، احنا مظلومين، احنا ماجستير ودكتوراه. يا سيادة الرئيس اذا الماجستير والدكتوراه اليوم يفترشون بالشارع وبكل مظلومية،
فهاي رسالة فشل لكل العالم، رسالة فشل لكل أنحاء العالم، لأن حقيقة الماجستير والدكتورة ينهضون بالبلد، ينهضون بالبلد بما أنه يحتملون من كفاءات وأفكار، وإحنا عندنا كل الوسائل، إحنا مستعدين، إحنا نعمل مجانا بدولتنا من أجل النهوض. أشهر إلى الآن ماكو أي شيء ملموس، مجرد مماطلة وتسويف. يعني إذا أنا أتحدث بشكل، يعني الشكل الأول هو إنه وزير التعليم إحنا إذا يشوفنا اعتدوا علينا طبعاً مرتين، وهاي كاميرات هياتها موجودة وشاهد هذا الاعتداء، ممكن ينزل هو بنفسه ويسوي استنكار. ليش دا يشوفنا إحنا هنا والمبيت هنا والاعتداء علينا ومن كل، يعني ضغط من كل الجهات. وصلت ملتزم طبعا، ماكو اي حل، والحل الوحيد اللي هو منطي انه هو الاستماره الالكترونيه، واحنا نرفض رفض قاطع الاستماره الالكترونيه، لان الاستماره الالكترونيه كليتنا احنا مو شعب جاهل، نعرف انه الاستماره الالكترونيه راح تسوق هنا وهنا 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 جماعتهم. فاحنا هنا مشروعنا مشروع استشهاد حقيقه، يعني لو تعين لو نستشهد. الوعود هي مجرد انه يرسل كتب الوزارة الماليه بحجه انه شنو يعطونا عدد من الدرجات الوظيفيه على حسب الموازنه، وهاي الامور مالتهم اللي احنا ما لنا اي ذنب بها. عجز الموازنه، عجز الموازنه هي الحكومات المرحله تتحمل ذنبها. فمجرد استماره على اساس انه هو يطلق استماره، ولا الان ماكو اي شيء، ومع ذلك احنا نرفض، احنا هنا بالساحه نرفض الاستماره الالكترونيه. هذا الشق اللي، واذا اريد اتحدث بشق قانوني، فالمتحدث الرسمي لرئيس الوزراء اللي هو احمد الملا طلال بنفسه هو على لسان الكاظمي انه الوزراء ومنهم وزير التعليم العالي ينزل للمعتصمين يسمع ارائهم، يسمع مطالبهم ويستجيب لها، يعني اكد على الاستجابه. هو الى الان ما استجاب، يعني ليش؟ وصل وضعه حتى يخدم الشعب، هي هاي وظيفته النهائيه، يعني بالنهاية هاي وظيفته. فنتمنى، نتمنى احنا ناشد رئيس الوزراء الكاظمي انه ينزل علينا ويشوف حالنا ويستجيب لمطالبنا، اما هيش احنا فباقين ما نتحرك. طبعا تم الاعتداء علينا مرتين من قبل قوات من الملاعب، يعني كانت الاعتداء بشع جدا. يعني احنا البلدان النائية اللي هي مصر منهم اللي كتبت سكانها جيوش موقرين الشحامة للشهادة العليا وغيره والخريج، واحنا هنا بلد نفطي ما موقر الخريج. هذا حالته، يعني هذا المبيت، وعندنا احد من الاخوات تجيب وياها اطفالها وتعرضوا للامراض بسبب درجة الحرارة. يعني ما اعرف هو شيء هسه، هو ليش هاي المماطلة؟ انزل اسمع الشعب. هو انت هنا على الكرسي اجيت بسببنا احنا، حملة الشهادات العليا اللي اثرنا ثورة اكتوبر. اذا ما ينزلون هاي تصير ثورة تشرين عليهم كلهم. فانزل اسمع. شكرا على حضوركم وتلبية مطالب حملة الشهادات العليا بنقل معاناتهم للساحة، نقل معاناتهم للحكومة اللي لحد الان ما استجابت لاي شخص من عندهم. أناشد السيد الكاظم وناشد كل شخص عنده غيره يقبل بهاي الوضعية، يقبل أبو أخوته نايمين بالشارع وكل ساعة واحد من ضربة الشمس يوقع، الله أكبر عليه حكومة. يعني تعرضنا للإهانة، تعرضنا للضرب، تعرضنا للغلط والسب والشتم، وإحنا بنات. أنا دكتورة، خلص عمري كله دراسة، 24 سنة أنا بالدراسة. يعني شو انتظر ورا هذا كله؟ دي يطلعون تقاعد الدكاترة وبروفية، يرجع يعينهم الوزير متمرسين، لو يرجع يرجعهم للعمل كصفة خبير، زين وإحنا مو إحنا خرجونا على إيدهم؟
شنو الحل؟ شنو الحل؟ يعني احنا الى متى نبقى هيجي؟ الى متى نبقى ما حد يسمعنا؟ يعني من الحله احنا عده محافظات جنوبيه والوسط وبغداد، احنا مجموعه يعني مجموعه محافظات العراق نمثل 18 محافظه. احنا حراره التعليم العالي صار لنا ما يقارب 7 اشهر، لا نزل وزير، لا نزل وكيل، لا نزل، مجرد نزل المدير المكتبي يهنينا بالعيد وخلص انتهت، ما شفنا كل اجراءات من عندهم. احنا مستمرين، احنا مشروع استشهاد، اما التعيين اما الشهاده، ماكو كل حل ثاني. واحنا نستنكر يعني الوزير يعني شنو يستنكر؟ يعني يستنكف من ابناء ينزل يشوف مطالبهم. انا خريجه بكالوريوس 2010 اوائل، ماجستير 2015، دكتوراه 2019. للعلم انا من الحله وخريجه جامعه البصره، القسم الوحيد اللي بالعراق اسماك وثروه بحريه انا امثله. احنا الاختصاصات النادره اللي دا يقولون علينا الوزير دا يقول عين الاختصاصات النادره، وين تعين الاختصاصات النادره؟ دا يدز دمالات ودا يدز بعثات ويجيبون شهايد من الخارج، واحنا اهل حمله شهادات بالعراق قاعدين، الى متى هذا الوضع؟ شوف استاذ، انا باكثر من جامعه حاضرت، انا جامعه ثلاث جامعات انا حاضرت بيها. تنطلق الاستماره، انطلقت استماره قبل سنتين بالحله، الاستماره تتعين تتفصل تفصال حسب احزابهم، حسب اللي يريدون هو يصعد ويتعين، اما احنا الاختصاصات ما مشمولين نهائي، يعني عنده 7 اختصاصات مستعد يطلب الاختصاص الثامن نفس الاختصاص، وما يعين احنا الاختصاصات النادره الموجوده، تتحملها الحكومه يتحملها وزير التخطيط بدون اي تخطيط، يعني الاعداد تزيد، اعدادنا وصلت بالالاف وماكو كل حل ما مستمرين سنة وألف سنة احنا مستمرين. نحن شهادات عليا معتصمين أمام وزارة التعليم العالي، اليوم هذا صار لنا 7 أشهر لا وزير نزل لنا ولا أي مسؤول. وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور نبيل عبد الصاحب بمكان ما ينزل للساحة ويشوف شنو هي طلباتنا، يجزلنا قوات أمنية تقمعنا تضرب حملة شهادات عليا، والتصوير والفيديوهات موجودة. قبل أسبوع ضرب حملة الشهادات عليا وسحلهم هنا بالشارع، مناشدة لرئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، احنا ولدك وجاي ناشدك، نريد منك حلول. احنا تجمعنا هنا امام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اللي نريده من عندك تجي وتشوف هاي الطبقة المهمشة. حملة الشهادات عليا صار لنا 7 أشهر، واللي جاي يصعد باسمنا ناس احزاب، ناس متعينة جاي يصعدون بسامينا. وزير التعليم العالي نزل سوانا كتاب، سرق درجاتنا، سوينا الكتاب من انضربنا، سوينا كتاب باسمنا، وبالتالي امس يطلع يبوك درجاتنا، خلى الكتاب باسم غيرنا، ليش حرام عليك؟ وزير التعليم العالي احنا نقول لك احنا باقين ما نرجع، لو تعينونا لو قتلونا. والله العظيم حملة الشهادات العليا اقولها واليوم راح اعيدها، راح نعيد الثورة إذا ما ترجع، إذا ما تنزل وتحقق مطلبنا. حملة الشهادات العليا يستغيثون يناشدون مصطفى الكاظمي، انزل احنا موجودين باب وزارة التعليم العالي، اللي نريده منك تنزل هنا ونشوف مطلبنا. تعبنا، ناس تعبانة، عم ناس أصحاب عوائل، ناس ميتة، والله العظيم جايب كروة ما عنده يرجع للبيت، جايب كروة من الديوانية من ديالة من كربلاء ما عنده يرجع للبيت. ايش تنتظرون؟ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بها 3159 درجة، حيدر العبودي المدير الإعلامي قال شنو السبب ما يعطينا من هاي الدرجات؟ لو هاي أرقام انتخابية ليش معودين؟ كل هذا اللي صار، أنت وزير التعليم العالي صعد دمي بدم ابن عمي بدم أخويا، وبالتالي هسه تجي تضربني النوب؟ حرام عليكم. مصطفى الكاظمي وجه وزير التعليم العالي، وجه وزير التعليم العالي، بلغت القلوب الحناجر، عمي كافي. والله العظيم نعيدها ثورة، والله العظيم نسقطكم، والله نسقطكم. لا انت توقف عنا ولا الاكبر من عندك، نريد حقنا. وعد الكاظمي باصلاحات جميع افراد الشعب العراقي من الشمال للجنوب، وامر جميع الوزراء بالنزول الى الساحات لفرض ساحات الاعتصام. احنا صارنا 7 أشهر ويا اليوم 7 أشهر بالساحه، ما يوم جانا واحد نزل لنا قال ايش محتاجين. خلف الله على هاي الناس الطيبه جاي تتبرع لنا بالاعتصام مالتنا وجاي نمشي امورنا. الوزير صار لنا قدامه 7 أشهر
اعتصام نوصل صوتنا، قوات الأمنية توصل صوتنا، وكتابنا ينباق. احنا مو ولده، احنا مو ولده دكتور نبيل يرضاها على بنته تنام بالشارع، هذا اخواتنا وبناتنا نامات بالشارع يرضاها، هذا هو عنده غيره وعنده نوماس يجي هنا يشوف بناته ويشوف ولده. حرام عليك والله، حرام عليك، وهاي تطلع من عيونك بيوم القيامه. احنا ما طالبنا بشيء، بسلميتنا وبعلميتنا جينا ناخذ بس حقوقنا اللي هو التعيين. اي واحد هنا اقول له شو تريد يقول لك بس تعيين، كل شيء ما اريد. طيب قابلت الوزير وكيل وزير وكيل الوزير ينزل لي بقاطه مرتاح على التبريد، ينزل لي بقاطه وحماياته يقول لي ايامك سعيده كل عام وانت بخير. انا ايامي سعيده نايم بالشارع صار لي 6 شهور، والله عيب علي هاي الحكايه، مردودتها علي هاي الحكايه، ما يقول لي ايامك سعيده، يجيني يقول لي ايش محتاج؟ اعطينا اسماكم خلنا نعينكم، صار لكم 7 اشهر بالشارع انتم. يرضاها على بناته، يرضاها على ولده، هسه ولد اخوته ونساته مو كلهم متعينين بالوزارات وبارقى اماكن، وزاره الخارجيه متروسه كلها ولد النواب. ايش طيب. معنى انا حامل شهاده علي نايم بالشارع؟ والله العظيم واني مسؤول عن كلامي، كل وزاره بها 4000 5000 درجه وظيفيه، بس ما ينطوها. المدراء العامين والسماسره بكل الوزارات يسمعوني، يبيعون التعيين الواحد اقل شيء بسبع شدات. ليش هيك ليش؟ لمن تدوم هاي الفلوس؟ انت كل عمرك 60 سنة تشوفن ما بيجوب، اخدم الشعب مالي، شوف البلدان، شوف اوروبا وين وصلت، شوف العالم شلون تخدم اخي تبوك. بس انصف، انصف، هاي العالم كلها ملايين نايمة بالشارع من 2005 لحد الان، تكدس حملت شهادات عليا وخريجين وتعطب للعلاوي. شوف البارحة جميع خريجين العراق بالعلاوي، البارحة العلاوي سدت، يردون ثورة اكتوبر تنعاد من جديد، واحنا شرارتها جماعة الشغب، جماعة حفظ الملاعب، نتلونه ضربونه بالعصي الكهربائية، كسروا رجل 3 بنات من عندنا، انا ضربونه ونتلونه ضربونه على صدري، الله يرضاها، محمد يرضاها. وين صار؟ ما تقول لي وين صار هاي؟ حامل شهادة عليا ينضرب. اختصرها بكلمتين، باقيين هنا لو تعين لو نموت، وهم يتحملون المسؤولية. نشكر حضرتكم، نشكر القناة الفاضلة اللي تنقل مظلومية حملة الشهادات العليا من 9/2. احنا هنا بالشارع نفترش الطرقات، ما عندنا بس السماء والطارق، يعني تعرضنا الى التهميش، الى التعسف، عبرنا مرحلة المظلومية، الظلم ظلمات يوم القيامة ان شاء الله، الله ينتقم منهم هاي اولا واخيرا. ثانيا التعسف اللي مرينا به، وهذا اليوم من 9/2 الى اليوم مستنكر وزير التعليم العالي اللي 3 امور سواها، وهي اولا مخالفة امر الكاظمي بالنزول للشارع ورؤية أبناء حملة الشهادات العليا، ما جاء ولا سمع كلامه ولا قال ذا لأبنائي. ثانيا استنكر يسوي كتاب، الكتاب تسويفي، مماطلة لجماعة الأحزاب، أي شيء يخص المتظاهرين يخص هذه الشريحة المظلومة المهمشة، ماكو كتاب تنسيقي مع الجهات الحزبية، مع جهات مسؤولة واصلة، ومجرد يعني خشمرة أو لعب على الذخون لا أكثر ولا أقل. ثالث شيء نستنكر وزير التعليم العالي اللي عنده 3159 درجة، 3159 درجة المن، إذا هنا شبابك مفترشين القاع، بناتك مفترشين القاع وما سوى أي إنجاز. رابعا استنكر وزير التعليم العالي اللي خلى قوات الشغب وقوات حفظ الملاعب أمن الملاعب يضربون شبابنا ويضربون بناتنا، أنا واحدة من الناس ضربوني بخصرتي، ولدنا سحلهم، بناتنا سحلهم، ليش؟ هذا واجبهم، واجبهم يعينونه، داسوا كرامته، بس احنا هاي اهم شيء كرامته، اهم من التعيين، ما دام داسوا كرامته ناخذ حقنا اليوم، اليوم مشروع استشهاد بغض النظر عن التعيين، التعيين ناخذ
نحن حمل الشهادات العليا ابتدى اعتصامنا منذ الشهر الثاني تقريبا، يعني ما يقارب 7 أشهر. طبعا تعرضنا لاعتداءات كثيرة، وأنا من ضمن اللي انضربت للمرة الثانية على التوالي، ويعني لو ما يعني الاعتصام كان طلعت الآثار الضربات، وحتى هاي الآثار هنا، ويعني كلش تأذيت وانهبطت يعني بشكل، يعني كان المفروض احنا ما نطالب، يعني هو حقنا المشروع من وزير التعليم العالي، المفروض يعني حتى ما نطالب. يعني انا صار لي تقريبا 7 سنوات وغيري 10 سنوات، يعني انا من 2014 ما متعين حتى الان، مو سنه وسنتين واحد يصبر. جيت هنا يعني اعتصم، شنو يعني ذنبي انضرب وانهان وانذل، ومو بالضرب حتى اهانات، والولد تعرضوا الكثير من الضرب والحيوانات يعني اللي بالشارع، وحتى انا من العامه ما اعرف يعني الى متى هذا الشيء ظل احنا يعني معطلين عن العمل قصرا. يعني عده محافظات، احنا مو بس محافظه بغداد معتصمين، يعني صار لنا هواي وما حد مدى ينظر لنا. نطالب رئيس الوزراء وزير التعليم ينظر بحالنا، احنا صار لنا هواي متخرجين، يعني لو سنه سنتين ما يخاف نصبر، وحتى احنا راضين يعني نتعين بدون اجر الحين اقرار الميزانيه ما يخالف، بس المهم يعني اكو امل. واحنا ترى لو ماكو درجات كان ما طلعنا. نتخذ الكثير من الاجراءات الاخرى، يعني واحنا باقين الحين لو التعيين لو الاستشهاد، يعني ابد من يعني ما احنا يعني يوميا قاعدين نموت، نشوف غيرنا يتعين وبدون ضوابط وبدون اي شيء واحنا باقين. يعني احنا هنا في الدراسات العليا اللي صار لنا 6 أشهر نازلين هنا، لحد الان ما لقينا اي رد من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حتى مطلب انه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي امر انه بنزور وزير التعليم العالي، وزير التعليم العالي لحد الان ما نفذ المطالب. تعرضنا الى الضرب، حتى بنات تعرضوا الى الضرب. احنا كل اللي طالبينه من وزير التعليم العالي انه ينزل الشارع ويشوف مطالب اللي جايين درسه وتعبه، وصلنا 6 أشهر احنا هنا، واي رده فعل منهم ماكو نهائي ابد، اضاف الى ضرب البنات. يعني هو يقبل احد يتعرض الى بنته او ابنه؟ ما شاء الله هم كل من خالينا مكان محترم، واللي تعبان بشهايدهم يعني ما لهم اي رد. احنا اللي نريده من يمه انه ينطينا ثمره تعبنا، ما طالبين شيء يعني هوايه او طالبين يعني شيء من المستحيل. فيعني يا ريت انه يسمع صوت الطلبه ويسمع اللي يجون هذا الحر اللي متحملينه، وهسه هو يعني مره واحده ما نزل وما سمع لهم، فيا ريت يعني يقر القضيه بروح ابويه وينزل وياهم ويشوف مطالب. بالبدايه احب نشكر قناتكم جتي وغطت يعني في الحين انه ما حد احد اجى وشافنا ونقل مظلوميتنا. احنا حمل الشهادات العليا معتصمين امام وزاره التعليم العالي منذ 7 أشهر والى يومنا هذا، وماكو احد، لا احد نزل لنا، لا احد شاف شنو يعني احنا متطلباتنا. احنا معتصمين منذ 7 أشهر هنا بالحار وبالبرد، كورونا، متحملين كل شيء، ودنيجي هنا نريد حقنا، ما نريد شيء. احنا ما نستجي من الحكومه، كل اللي نريده نريد حقنا، نريد نتعين، يعني احنا نريد نتعين، هو هذا حقنا. انا عائلتي جهالي من الصبح لحد العصر هنا جايه بالاعتصام، ودا انقل لهم هذا الوباء. يعني انا طالعه مشروع استشهاد، كل يوم 101 يعني ما يعرف واحد ظرفه من الصبح للعصر، يعني الى متى يعني هيك راح نظل؟ والله يعني عندي 4 أطفال انا عايفتهم بالبيت وجايه من الصبح لحد العصر، ويلا ارجع لهم الله شاهد. يعني الى متى يعني احنا راح نظل هيك؟ احنا نريد احد ينزل لنا، احد يشوف لنا مطالبنا، ونزل الوزير يعايدنا. الكاظمي قال لهم انزلوا كل واحد يشوف متطلبات المعتصمين اللي امامه، احنا ننزل لنا يقول لنا ايامكم سعيده. احنا ما نريد ايامنا سعيده، احنا نريد تعيين، نريد كل اللي احنا طالبينه حقنا الدستوري بالتعيين.